الجزائر تصدم أوروبا وتضرب ضربتها في الوقت المناسب، فبعد أن قامت أوروبا باجتماع تحدثت فيه كيف أنها متأكدة من أن الجزائر ستخفض أسعار الغاز، قامت الجزائر بحركة غير متوقعة تماما وقامت بزيادة أسعار الغاز. هذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين. قبل بداية الفيديو لا تنسوا أرجوكم الضغط على زر الإعجاب، وأيضا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي تصلكم كل فيديوهاتنا. قررت شركة سوناتراك إلى جانب شركة أراماكو السعودية رفع سعر البيع الرسمي للغاز المسال في الأسواق العالمية مع بداية شهر فبراير الجاري، وهذا ما صدم أوروبا والاتحاد الأوروبي حقا، فقد كانوا يعتقدون أن الجزائر لن تجرؤ على رفع الأسعار. وحسب ما نقلت وكالة رويترز، فقد قررت الشركتان الجزائرية والسعودية زيادة أسعار البيع الرسمي للغاز المسال بنسبة تتراوح بين 10 و34% في شهر فبراير مقارنة بشهر جانفي. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار وسط زيادة أسعار النفط أيضا وشح إمدادات غاز النفط المسال، وفقا لما نقلت وكالة رويترز على منصة الطاقة المتخصصة. وارتفعت أسعار الغاز بالنسبة للشركة الجزائرية سوناتراك ب60 دولارا، أما بالنسبة للشركة السعودية فارتفعت بقرابة 80 دولارا. وكانت أيضا شركة أراماكو السعودية قد خفضت سعر البيع الرسمي للغاز المسال خلال شهر جانفي مع تراجع أسعار العقود الآجلة حسب المصدر ذاته. ويعتبر سعر بيع شركة سوناتراك للغاز المسال معيارا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتركيا. فكما تعلمون أعزائي المشاهدين، أسعار الغاز يمكن للدول التحكم فيها بشكل مستقل، على ليس وهي عكس أسعار البترول التي تحددها منظمة الأوبك أو أوبك بلس. والآن الجزائر اغتنمت الفرصة وقامت برفع أسعار الغاز. وأرى أعزائي المشاهدين أن هذا القرار منطقي جدا، لأن أوروبا كاملة تريد الغاز ولا يمكن للجزائر بيع الغاز كله إلى أوروبا، لذا قامت برفع أسعار الغاز على حسب قانون العرض والطلب. فكلما زاد الطلب على السلعة زاد سعرها، وهذا شيء منطقي، إلا أن أوروبا لم تكن تتوقع هذا بالبتة، هذا ما جعلها تنصدم من ردة فعل الجزائر ورفعه لأسعار الغاز. وهذا ما يثبت أيضا أعزائي المشاهدين سيادة الجزائر وقراراتها التي لا يمكن لأي دولة التدخل فيها أو التحكم فيها. ليس هذا وحسب أعزائي المشاهدين، فمع ارتفاع أسعار الغاز تخطط أيضا الجزائر إلى بث وتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا، فقد كانت شركة سوناتراك قد وقعت مع شركة إين الإيطالية اتفاقية تعاون لإنجاز خط أنابيبي غالصي لنقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيوم إلى أوروبا. أيضا تعتبر الجزائر حاليا أكبر الموردين للغاز في القارة الأوروبية، حيث تعد الثانية بعد النرويج، سيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وهل كنتم تتوقعون أن ترفع الجزائر من أسعار الغاز أيضا وتورط الاتحاد الأوروبي؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا مع مواضيع أخرى. إلى اللقاء.